استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة سعادة النائب محمد إبراهيم علي مهنسيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء اللجنة. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلس النواب، مشيدا معاليه في هذا الصدد بما يبذله أعضاء المجلس من جهود طيبة في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.